يزي حاج تبعنا الاكتواليتي والاخبار ريدو يا وليد ريدو انتوكا الاخبار اللي باش يكون حاضر اليوم في الاكتواليتي التونسيه صفحه 5 فيروس قاتل ضرب 10000 دجاجه في صفاقس وهذا اللي صرح به رئيس النقابه الجهويه للفلاحين بصفاقس قال ان الفيروس قتل 10000 دجاجه في صفاقس وقال اسمه نيوكاسل جاي من خاطره جاي من لانجلتير وكان في ليبيا وتسبب الفيروس هذا معناه السبب نتاعو هو تهريب الفلالس الجزائريه واللي يتربيو وخاطرهم ارخص من الفلوس التونسي كاميرا هذا نهارك وشلت إيه فيم مشيت انتقلت ديريكتومون للعاصمة باش تشوف عملية بيع الفلالس المرضى بالفيروس نسمع التقرير ستيري باق ستيري بيو ستيري باق ستيري بيو دجاجة بالفين بالفين دجاجة دجاجة بالفين بالفين دجاجة على 2000 دجاجة بربي سامحني يعيش ودي مش كنتوا تبيعوا فيهم على 8 وعلى 9 دي نورمالمون راكم ما زدتوا غليتوا مادام غليتوا في كل شيء الماكلة كلها غليت كان الدجاج ما غليش هذا 200% عدم الانفلونزا اللي جاتنا كل عام لا 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 يا معلم ما عندهم حتى شيء لا انفلونزا ولا حتى شيء هذا نيوكاستل جبنة واحدة من عند الانجليز نيوكاستل اي هيا ما تعيش في زوز ولا ثلاثة يا حاج يا حاج نيوكاسل راهو فيريس فيروس قاتل قاتل يا حاج رد بالك لا لا دنجرة اها اها صار هي هكا الحكاية وين المشكل احنا هكا ولا هكا مرضى وملقحين بالقزوز تزين يا اخي احنا عدينا برشا امراض الكوليرا السل الكلب البصفير الجرب جيت في شوية جيش لبس لبس ستة ليف يا بابا ستة ليف أي عشوائي تعيش لي فكر فكر قفص وصرخ